أهلا بحضراتكم مشاهدينا لهذه الفقرة المختلفة. مصر الفرعونية قدمت أعظم ما كتب بمختلف مجالات الأداب والعلوم والشعر وغيرها من المعارف. السؤال اللي محتاجين نجاوب عنه هو إزاي كان المصريون القدماء بيكتبوا؟ الحقيقة أن اللغة المصرية القديمة كتبت بأربعة خطوط، هي الهيروغليفية والهيراطيقية والديموطيقية والقبطية. هي خطوط لم تظهر كلها في وقت واحد، ولكن جاءت تباعا في إطار تتابع زمني بيعبر عن الامتداد الزمني الطويل اللي عاشته اللغة المصرية القديمة. كل الدراسات بتؤكد أن المصريين القدماء هم أول من وضعوا أبجدية للكتابة في التاريخ، وهم أول من أمسكوا بالقلم اللي صنعوه من نبات غابي النيل. ومصر القديمة قدمت كتابات رائعة وعظيمة بعلوم الاجتماع والأديان والحياة في مصر الفرعونية، وعن القيم الأسرية والترابط بين أفراد الأسرة والحب والنشأة والصداقة ودور الأب والأم. كمان ده ذكر في موسوعة الحضارة المصرية القديمة لدكتور سليم حسن وغيره من الكتاب، ودكتور سليم حسن هو شخصية معرض القاهرة الدولي للكتاب لهذا العام. هنعرف تفاصيل أكتر ونتكلم في هذا الموضوع مع ضيفنا في الاستوديو. بيشرفنا دكتور مجدي شاكر الخبير الأثري. دكتور مجدي صباح الخير ومنورنا في هذا الصباح. صباح اللوتس أستاذ رامي أستاذ زيارة. صباح جميل يا دكتور. ده صباح اللوتس وورد النيل وكل حاجة جميلة بعراقة تاريخنا العظيم المصري. في حديث يارا في الأول وفي المقدمة قالت أبجدية الكتابة يعني التاريخية، فالمقصود إيه بأبجدية الكتابة؟ المصري القديم أستاذ رامي كان عنده نوع من زي بيقولوا جاءت مصر ثم جاء التاريخ، ده مؤكد. فكان المصري كان لابد هو أول المدونين في التاريخ. ولو حضرتك رحت المحكمة الدستورية في أمريكا أرجوك يعني شوف المحكمة الدستورية عاملين منحوتة أو جدارية، عاملين في حاجة مهمة جدا. المنحوتة الجدارية حاطين الملك مينا هو أول واحد، وبعدين بعده الملك حمورابي اللي هو في العراق، وبعدين سيدنا سليمان وسيدنا موسى. ليه؟ قال لك دول أول أربعة عملوا يعني أول دنيا، أول دولة مركزية. فإحنا باعتبار الملك مينا هو وضع أول دولة مركزية، فكان لابد هذه الدولة المركزية أن ترتبط بفكرة التأريخ والتسجيل. المصري ما سابش حاجة إلا ما سجلها، وسجل على كل حاجة، سجل على الفخار، سجل على البردي، سجل على إن البردي ده كان سر كبير جدا وهو من أهم الصادرات في مصر، سجل على المعابد، كان عنده إعلامه، يعني المعابد اللي حضرتك شايفها دي كانت هي الإعلام بتاعه، بيكتب عليها كل أنشطته الحربية والعسكرية والدينية والاجتماعية، وبالتالي المصري ما سابش شيء إلا ما عمله، لدرجة إن الناس بتقول إن هو كان عنده وزير إعلام للشمال والجنوب وفي الداخل والخارج، كان عنده مراسل عسكري. يعني احنا عندنا حاجه اسمها حوليات الملك تحتمس الثالث في معبد الكرنك، الحوليات دي كان عنده مراسل عسكري بيسجل الحملات الحربيه بتاعته، وبالتالي المصري خد اللغه بتاعته او الكتابه بتاعته. ما نقولش لغه لان احنا ما نعرفش ممكن تمضغها ازاي، لكن احنا بنعرف هي بتتكتب ازاي، لذلك نقول الكتابه المصريه القديم، لان اللغه ما سمعناش. لان اللغه دي او الكتابه دي بدات ثم انتهت في القرن الرابع، يعني اخر حاجه تتكتب كتابه هيروغليفي كانت في معبد اسمه معبد فيل في القرن الرابع. بعد كده دخلت الديانه المسيحيه، فاضطروا المسيحيين في مصر يقروا الانجيل. طب الانجيل مكتوب باللاتيني، فخدوا بعض الحروف من الكتابه اليونانيه وبعض الحروف من الكتابه المصريه القديمه، وتطلعت لنا الكتابه القبطيه، واندثرت تماما او انتهت تماما الكتابه المصريه القديمه. وفضلنا يا استاذ زرع وعندنا مشكله كبيره جدا، عندنا من القرن الرابع لغايه القرن ال 18 لا نعرف حاجه عن هذه الكتابه خالص. بدات تظهر فكره ما يسمى بتاليف التاريخ. الناس دول في ال 1200 سنه دول بداوا يشوفوا المعابد والمقابر هي ايه؟ ايه اللي مكتوب عليها؟ فبداوا يغلفوا لنا تاريخ متالف. لذلك بقول للناس اللي انتوا قاعدين على السوشيال ميديا اللي هم بيقولوا بنى الهرم الوليد ابن مش عارف مين وعاد وقوم فضائيين، بقول لهم ال 1200 سنه دول هم كانوا معذورين لانهم ما يعرفوش ايه اللي مكتوب، وبالتالي ظهر ما يسمى بفكر التاريخ الاسطوري. في وانت عارف حضرتك استاذ رامي ان احنا بنحب حكايات الف ليله وليله، فبداوا حكايات اسطوريه فانتازيا بالظبط لغايه ما جالنا شامبليون في القرن ال 18 1822 وبدا يفكر رموز هذه اللغه، وبدانا نعرف عن طريق حجر رشيد ايه اللي موجود. وبالتالي الكتابه دي احنا يمكن عندنا كعالم مصري موجود في المانيا اسمه احمد دياب عمل ما يسمى بابجديه الطبيعه. لما جم يعملوا هذه الابجديه تبص على الحروف بتاعتنا هي حروف مستمده من البيئه، يعني مثلا حرف الالف هو الصقر. ولو اختصرت حرف الصقر هيجي حرف الالف في العربي، واو. حرف الميم هو البومه، ولو حضرتك شفت الراس بتاعت البومه هتيجي الام في الانجليزي. لذلك يقولنا ان الكتابه المصريه القديمه هي الكتابه التي اخذت منها جميع الكتابات الموجوده في الوقت اللي في الوقت الحالي. طيب دكتور مجدي حضرتك قلت ان هم كتبوا على الفخار وعلى البردي والمعابد، والمصريون القدماء هم اول من امسكوا بالقلم، فيبقى عندنا فضول نعرف
الخامات اللي صنع منها القلم ده ازاي توصلوا الى هذه الخامات اللي كانوا بيستخدموه؟ يعني نعرف استاذ زيارة، هو المصري كان بيعتبر الكتابه دي نوع من التقديس، الحرف ده هينطق او الحرف شيء مقدس، لذلك اطلق على اللغه المصريه القديمه هيلوغريفيه بمعنى الكتابه المقدسه، وكمل بيكتب على المعابد والمسلات بالهيلوغريفي اللي هي الكتابه المقدسه. الكتابه دي نور، وبعتقد الحروف دي لها قدره بدليل ان جعل لها الهه. احنا الدوله الوحيده التي جعلت للكتابه معبودين، المعبود تحوت او جحوتي، وحاجه تانية عملت لها معبوده اسمها السشاط اللي هي بالمناسبه محطوطه على البانر بتاع اللي هو المعرض بتاع القاهره السنه دي، يعني عاملين معبود السشاط دي. وكانوا بيعتبروا المعبود تحوت والسشاط هما امناء مكتبه الكون، هما كانوا بيعتقدوا الكون له مكتبه. كل الدنيا لها مكتبه، مين هيبقى امين اللي على هذه المكتبه؟ مكتبه الكون، هو المعبود تحوت والمعبود السشاط. فبالتالي قدروا يقولوا ان هذه الكتابه مستمده من البيئه والطبيعه. فنفسي حضرتك يعني مش عارف عند حضرتك اولاد او اخوات صغيرين، خليهم يشوفوا الكتابه المصريه القديمه، هيبصوا عليها حاجه لذيذه جدا. يعني حرف الميه يعملوها حرف الان، يعني عامله زي موجه ميه يقولوا حرف الان، زي ما قلت لك مثلا الصقر هو حرف الالف، مثلا الب يعملوها على هيئه صندوق. وكان السيد وزير التربيه والتعليم يعمل حاجه استاذ رامي عبقريه السنه دي، ان بدا يدخل بعض حروف الكتابه المصريه القديمه في المناهج، ولكن للاسف كانت في غلطه مهمه جدا، المدرسين ما يعرفوهاش، وبالتالي احنا فقدنا هذا الموضوع. فلذلك نتمنى العام القادم ان شاء الله ان يتم تدريب المدرسين عن هم يقرفوا هذه اللغه. لكن مثلا هو كان بيكتب على ورق البردي، والبردي دي اختراع مصري وكان بيصدره. القلم بتاعه كان بيجيبه من البوص، البوص اللي هو الغاب اللي طالع في قلب الميه في النيل. فكان بيعمل ايه؟ كان بيكتب على حاجه اسمها الاستراقه، الاستراقه اللي هي عباره عن قطعه حجر، قطعه شقافه، بقطعه فخار كده. فكان على المعابد والمقابر يكتب بالهيروغليفي. طب لما يجي يكتب على البردي، البردي محتاج لغه مختصره، يكتب بحاجه اسمها اللغه الهيراتيقيه، لغه الكهنه، خط مختصر. طب لما يجي يكتب اللغه الشعبيه اللي بنسميها دلوقتي الفانكوراب بتاعنا، يكتب حاجه اسمها الكتابه الدموطقيه، واخر خط زي ما حضرتك ذكرتي هي الكتابه القبطيه. وبالتالي المصري ما سابش حاجه الا لما كتب عليها. لذلك احنا عندنا كم مستندات وكم، لذلك اللي يقول ان حضرتنا ينسبها لاي حد اقول له ما تقدرش. ليه؟ لان احنا ما سبناش اي شيء الا لما كنا مدونين، ما فيش اي حاجه، حروبنا، حياتنا الاجتماعيه، كل شيء. لدرجه ان احنا عندنا واحد اسمه جون دراير، ده كان راجل الماني، كانوا بيقولوا ان السومر سبقت مصر دايما بين الحضاره المصريه والعراقيه في تنافس شويه. طب ما اقول سؤال كده في السياق ده، اسمح لي، اللوحات العاجيه المكتشفه بالفعل في مقبره ام الجعاب بابيدوس صح في سوهاج، بتاكد على كلام حضرتك وفقرتنا باسبقيه مصر في معرفه اول كتابه في التاريخ.